نظمت مديريات الصحة بدمياط قافلة طبية لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا. القافلة النهاردة بتشمل 12 عيادة تخصصية، كل تخصصات اللي موجودة فيها بتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان تماما. معانا معمل تحاليل طبية شامل أكثر من 40 تحليل، معانا جهاز أشعة إكس راي للكشف على عظام الصدر، معانا صيدلية متكاملة فيها جميع أنواع الأدوية اللي بتخدم العيادات التخصصية اللي موجودة في القافلة. القافلة النهاردة موجودة بقرية عزبة 8 التابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الأولى. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة وبتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية في المرحلة دي. القافلة الصحية بتتميز إن هي فيها حاجتين أساسيتين، أولاً إن هي بتوصل الخدمة للمواطن لحد عنده، الحاجة التانية كمان إن الخدمة مجانية تماماً بناء من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة للمواطن. إحنا هنا في الصيدلية بنستقبل المرضى، بنستقبل التذكرة بتاعتهم وبنبدأ نراجعها، بنشوف إذا كانت الأدوية اللي مكتوبة لهم دي فيها تداخلات أو تعارضات مع بعض. بعد ما بنراجعها بندخلها على الكمبيوتر عندنا وبعدين بنصرفها لهم. احنا معانا كل الأدوية أو معظم الأدوية اللي بتساعد، اللي هي بتقدر تغطي كل احتياجات المرضى، معانا حوالي 150 صنف.